السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم إن شاء الله كيف ما كتلاحظوا عندي واحد الطلبية ديال الصابلي، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. اللي كتجي الصراحة كيجي صابلي هشيش وزوين ورائع. وتبعوا المراحل إن شاء الله، تبعوا الفيديو حتى الاخر وغيصدق معكم من أول تجربة. هنحتاجوا 250 غرام ديال الزبدة مارغارين، عندي جوج بيضات، كاس زيت وكاس سنيدة. وبالنسبه لنا هكا هات انا غندير واحد المعلقه ديال روح الناطه، وانتم بالنسبه لكم نتوما ديروا اللي بغيتوا. عندي الدقيق حسب الخليط. بالنسبه للنكهه كيف ما قلت لكم، ديروا قشور الحام، ديروا الفاني، ديروا اي حاجه عندكم، ديروا اللي متوفر. نجي واحد القصريه غندير فيها الزبده. هاد الخطوات راه مهمه في الصابلي. ندير الزبدة، غندير معاها الكاس ديال السنيدة، غنحاول باش نخدمهم مزيان. ندير واحد القبيصة الملح ضرورية، غنبدا نخدم ديك الزبدة مع السنيدة هما اللولين. تطلق لي ديك الزبده، راك عرفتو دابا الحال بارد. عاد نزيد الزيت ونبقى نخدم فيهم. ايه البنات كيبقى يبغي شويه الخاطر، لان دابا كما قلت لكم الحال بارد ماشي فحال الصيف، كتجي الخدمه فيه سهله. نبقاو نخدمو فيه حتى يطلق لنا مزيان. نخدمو بالكفت اللي دينا بهاد الطريقة. حاولوا تخدموه مزيان كيف ما قلت لكم، حيت الصابلي لما تخدمش مزيان راه مني كنشكلوه وكندخلوه الفران داك الصابلي ديالنا كيتقب وما كتجيش الفورمه ديالو زوينه، كيبقاش واخد الشكل ديالو. داكشي علاش خاصنا نخدموه مزيان، كنتيولنا على شكل بوماد. وكنزيدو البيض، غنزيد هادوك جوج بيضات، وغنزيد ديك المعلقة ديال روح الناطة. و تما نبقاو نخدموه. غير تبعو هاد المراحل راه يصدق عليكم من أول مرة. وغنزيدو الدقيق تدريجيا، هي بشويه بشويه. الصابلي راه حنا ما كندلكوش، غير كنجمعوه. وغنبقاو مستمرين حتى نجمعو العجين. الا خصنا الدقيق غنزيدو بطبيعه الحال، ونعاودو نتلاقاو. وها هو بعد ما تجمع لي العجين ديالي، كندير صبعنا بحال هكا لا خرج ناشف، يعني العجينه ديالي راه واجده، الصابلي ديالي راه واجد. غندير في واحد البلاستيكه وغندخل الثلاجة على الاقل واحد مده نص ساعه ولا ساعه،
ونتلاقاو ان شاء الله. ها هو بعد ما خرجته من الثلاجه غنديرو ما بين جوج بلاستيكات باش ما نديرلوش الدقيق عاود بزاف، وكنبقى نسرح فيه. نبقى نسرح فيه حتى نحصل على السمك اللي انا محتاجه ليه. انا كنبقى نسرح وكنبقى ندور في البلاستيكه باش ما يجينيش رقيق وشي غليظ، جهه طالعه وجهه نازله تيجيني مقاد. من هذا الشكل اللي غنبدا الاول غنخليه شويه غليظ، ما رقيقش بزاف لانني غادي ندير شكل واحد، ما نديرش واحد فوق واحد، ندير فوق عي الشوكولاته. وهذا هو الشكل الاول. نديرو المرشم ديالنا في الدقيق باش ما يلصقش لينا، نبقاو خدامين به. ندوزو نديرو في اللاطا هانتوما كيف ما كتشوفو، وندوزو للشكل التاني على هاد الشكل. انا راه كنحاول ما نطولش معاكم لا فيديو. الصابلي راه كيجي زوين، نتمنىكم تجربوه، تبعوا غير الطريقة. دابا غنبقى مستمره وندوز باش ندير الشوكولاط اللي غادي ندير الفوق. كندير شوكولا في بان ماري وكنستعن بهاد القرع هكا باش تسهل عليا المأمورية. ندير هاد الشكل الاول، من بعد ما نكمل وغندخلو المجمد حتى يقبط راسو مزيان عاد غنخرجوه. واش ندوزو نديرو الشكل الثاني؟ انا هذا ما صورتوش لكم من الاول، هذا راه خاتم سليمان. غندير هذا الشوكولاط الابيض، درت فيه الملون الغوز، كنديرو على هذا الشكل وكندخلو حتى هو المجمد تيقبط راسو، عاد كنعاود نخرجو باش ندير فوقو الشوكولاط الابيض. السيده بغاتو فحال هكا، اختارت هاد اللوان درناهم ليها. وهو الصابلي ديالي بعد ما خرجته من الفران كيف كيجي، اللون ديالو كيجي غزال. وندوزو باش نديرو الفينيسيون. دابا نبداو بالشكل الاول، هاهو كيف ما شفتو الشوكولاط وجد ليا، ها الصابلي واجد. دابا هنا عندي جوج معالق ديال الجليكوز مع 4 معالق ديال الناباج، وهذا العقيق باش نزين. نديرو على الشكل وكنديرو العقيق ديالنا البسط. تقدروا تعمروه بالكراميل، تقدروا ديروا اي حاجه. هو كيف كيجي، هو كيجي راقي، كيجي زوين. بالنسبه لي انا راه درت داكشي اللي طلبت مني السيده اللي بغات. نتوما كيما كتشوفو غنستمر معاكم وغنزيد معاكم واحد الوحدة أخرى. وغنبقاو مستمرين حتى نكملو الكمية اللي عندنا بحال هكا.
هاهو كيف كيجي صافي. دابا ندوز نبقى مستمر حتى نكمل الكمية اللي عندي. غندوز دابا للشكل الثاني، وهذا هو الشكل الثاني. عندنا توا بالكليكوز والناباج، ولصق ليه الشوكولا ديالو. هو تنبقى مستمرة حتى نكمل الكمية ديال اللي عندي باش ندوز للشكل الثالث. وهذا هو الشكل الثالث اللي غنحتاج فيه كوكو كونكاسي، وغنحتاج عجينة السكر، وهنا الجليكوز والناباج، وهذه التعليكة اللي درتها بالعسل والشوكولاط ابيض والفرامبواز. المرة الماجية ان شاء الله غنشارك معكم كوكو كونكاسي، وغنشارك معكم عجينة السكر، وغنشارك معكم هذه التعليكة اللي كتجي رائعة بالنكهة ديال الفرامبواز. كنبقى مستمرة بحال هكا باش كنسهل عليا الخدمة. ندير كوكو هو الأول، كاو نلصقهم. ندير واحدة أخرى، نلصقهم بحال هكا. وخا نحاول نجيب واحد الجنيب غنخويه من كاوكاو، غنزيد فيه واحد شويه الجليكوز ونلصق في هاد الورده زي عجينه السكر. انا هاد الخدمه كتجيني ساهله. وعاد ندير التعليكه ديالي، نحاول ندير معاكم واحدة أخرى باش نوضح ليكم أكثر. نحاول نثبتوها باش ما طيحش لينا. ندير التعليكه، التعليكه راه كتجي رائعه، كتجي بنينه. هو كيجي على هذا الشكل، ونبقاو مستمرين. بقاو مستمرين. ندوز للشكل الرابع ان شاء الله، وهذا هو الشكل الرابع. هذه درت وريدات بعجينه السكر صفراء، وعندي جليكوز وناباج، وعندي كوكو كونكاسي كيف ما كتشوفوا.
نلصقوا ديك الوريده نديروا ليه كاوكاو. هذا هو الشكل ديالو كيجي حتى هو زوين. تلقاو مع الشكل النهائي، وهذا هو الشكل النهائي. كيجي زوين الصراحه، كيجي غزال. ها انتم كيف ما كتلاحظوا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه، وما تنسوناش من لايك وشكرا للجميع.